وهنا تجدر الإشارة إلى ما يحمله موضوع دورة الجمعية العامة لهذا العام من أهمية، إذ لخص ما نحن بحاجة إليه في عالم اليوم، من صمود في مواجهة وباء كوفيد 19 وأمل في التعافي منه، الأمر الذي يلقي الضوء على أهمية تذليل الصعوبات أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم، وضمان توفرها بصورة عادلة ومتساوية، بل ويكسبها أولوية قصوى. ومن هذا المنطلق اسمحوا لي أن أستعرض من خلال هذا المحفل المهم رؤية مصر كعضو مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية للواقع الدولي، وإسهاماتها في مواجهة التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم. السيد الرئيس، تقدر الدولة المصرية خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول، وفقاً لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات، حيث تستأثر الدول المتقدمة بالنسيب الأكبر من إنتاج العالم منها. وتشير مصر على وجه الخصوص إلى ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الإفريقية، حيث باتت قارتنا الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة في الوقت الذي تواجه شعوبها تحديات أخرى لا تقل خطورة عن فيروس كورونا. ولذا حرصت مصر على توطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، ولكن أيضاً للتصدير إلى القارة الإفريقية. الحضور الكريم، إن الظروف الراهنة إنما فاقمت واقعاً تكرس على مدى عقود هو القصور في التعاون الإقليمي والدولي، وعكست أهمية مراعاة توسيع نطاق الدعم الدولي للعالم النامي ليشمل مجموعة الدول المتوسطة الدخل، فالثقل السكاني لهذه المجموعة من الدول يمنحها أهمية محورية كونها تضم غالبية سكان العالم، لذا فهي مركز أساسي لاستهلاك السلع والخدمات على المستوى الدولي ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي. وعلى ضوء التحرك الدولي لإصدار ما قيمته نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في إطار صندوق النقد الدولي، ترى مصر أهمية بالغة في استطلاع السبل الملائمة لتوظيف هذه الموارد لخدمة احتياجات العالم النامي، بما يشمل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وفي هذا الإطار تدعو مصر إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، وخاصة الإفريقية والدول متوسطة الدخل، وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية من خلال إمدادها بأدوات للتمويل الميسر، وتشجيع الاستثمارات وضمان استمرار تدفقها إلى هذه الدول، لما تمثله هذه الإجراءات من عامل حيوي في دعم الجهود الوطنية للتنمية. وفقاً للأجندات التنموية الإقليمية والدولية ذات الصلة، السيد الرئيس، إن اقتناعنا راسخ بأن التنمية تضم إطاراً شاملاً لمجموعة واسعة من الحقوق اللازمة للنهوض بالفرد وتوفير سبل الحياة الكريمة للمجتمعات. من هذا المنطلق طبقت مصر سياسات الإصلاح الاقتصادي التي مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة لصالح الفئات الأولى بالرعاية، ونجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر، كما قامت بتقليص التفاوت التنموي بين الريف والحضر، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن وصول الدولة المصرية بالخدمات الأساسية إلى كافة ربوع البلاد من شأنه أن يعزز المشاركة السياسية والمجتمعية، كونه يخلق مناخاً صحياً يزدهر في إطاره الفكر الحر وتنشط فيه حركة الإبداع فترفع بعجلة التقدم إلى الأمام.